وينضم إلينا من الجزائر مراسلنا كريم قندولي. كريم، في الحقيقة إقالات بهذا العدد ولهذه المناصب المهمة في الجيش الجزائري بشكل مفاجئ ودون إبداء حتى أسباب في البيان، كيف يفهم في الجزائر؟ نعم داليا، يعني الأسباب لم تذكر، لكن الأكيد أن يعني المحللين العسكريين والخبراء يؤكدون بأن يعني الرئيس عبد المجيد تبون إذا أراد إعادة البناء ووفق نظرته وتوجهه ورؤيته للجزائر الجديدة، لا يمكن أن يبني سفينة جديدة بحطب قديم. لا ننسى أيضا بأن هذه القيادات يعني أدت يعني دورا بارزا في المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر، خاصة لما يعني تحكمت المؤسسة العسكرية في زمام الأمور في الحراك الشعبي. إذن هؤلاء علب سوداء لمرحلة ماضية كانوا رجال ثقة، ولكن المرحلة الانتقالية كريم أتت بالرئيس عبد المجيد تبون نفسه. أكيد يعني لا يمكن تفسير الأمور يعني بشكل مباشر، لكن الأكيد أن هنالك أمور وخيوط مترابطة. بدأت الإطاحة مباشرة وإنهاء مهام وسني بوعزة رئيس الأمن الداخلي بجهاز المخابرات، ثم هذه التغييرات لم تكن للمرة الأولى، اليوم ربما هي الأكبر من نوعها على مستوى قيادات الجيش الوطني. ست ألوية تم إبعادهم وتعيين يعني قيادات جديدة. الآن يعني تقريبا الواجهة العسكرية أو واجهة الجيش الوطني الشعبي تم تغييرها، لكن مثل ما قلت كانت هناك تغييرات سابقة في جهاز المخابرات بتعيين أيضا ودائرة الاستعمال والتحضير، بداية من محمد قايدي ثم عبد الغني راشدي في الأمن الداخلي وأيضا بوزيت في الأمن الخارجي. إذن الهيكلة بدأت يعني قبل أشهر من الآن وتمتد إلى هذه اللحظة، والخطوط المترابطة ربما ما بينهم هو اللواء وسيني بوعزة الذي هو الآن متهم بقضايا فساد ثقيلة أو بين قوسين ما يصطلح على تسميته بمقاومة التغيير أو مقاومة الأوامر التي كانت ربما تأتي من القيادات العليا للجيش أو حتى من الرئيس عبد المجيد تبون. نعم. لا يمكن الجزم بالأسباب الحقيقية، لكن هنالك الكثير من الأمور التي ربما طرأت في الخفاء أو في السر، والأكيد أيضا بأن الرئيس عبد المجيد تبون لا يريد المجازفة ويود أن يحيط نفسه وربما أكثر بقيادات يثق فيها في المرحلة المقبلة. ولا ننسى أيضا بأن الجزائر الآن محاطة بخط من النار، المشاكل التي تأتي على الجبهة الشرقية 1000 كيلومتر مع الحدود مع ليبيا وأيضا مع مالي، والعديد من ربما التحديات على مدى 7000 كيلومتر من الحدود التي غير مستقرة الآن. وبالتالي الرئيس عبد المجيد تبون لم تذكر الرئاسة ربما الأسباب الحقيقية، لكنه الآن. شكرا كريم، نكتفي بهذا القدر عزيزي، سنكون معك دائما لمتابعة هذه يعني تطورات هذا القرار طبعا. من الجزائر مراسلنا كريم خندولي.